الموسم الصيفي هنا في غدامس يتواصل بشكل مكثف، إذ أقيمت بصالة نادي الكرة الحديدية دورة في اللغة الإنجليزية استهدفت الطلاب المتفوقين للصفوف الدراسية بالمرحلة الإعدادية. شاركت في هذه الدورة للدورة الإنجليزي واستفدت منها كثيرا. النشاط الثقافي والعلمي المتواصل منذ قرابة الشهر يهدف لاستغلال فصل الصيف، وهو محاولة لإعداد الطلاب لمراحل دراسية لاحقة قد تستوجب التمكن في اللغة الإنجليزية بشكل أكبر. درنا اليوم دورة اللغة الإنجليزية للمبتدئين للناجحين صف الخامس والناجحين صف السادس، طبعا على حسب المناهج المقررة ليهم. طبعا كانت الدورة هي عبارة عن مختصر للسنة الدراسية، وكان فيها يعني دورة بعض الألعاب وتعليم الكونفرزيشن يعني المحادثات وبعض الجرامر المقرر عليهم اللي هم القواعد والفوكابلري المفردات اند جيمز وبعض الألعاب يعني اللي تحاول الطلبة يعني استقطابهم وتنال في إعجابهم. المحاضرات اليومية لا تقتصر على تعلم مفردات اللغة، بل تشمل معانيها والقواعد اللغوية والتمكن من المحادثة أيضا. ويشرف على الدورة الشاب الطموح محمد الاثني، وهو طالب يدرس بمعهد النفط وعضو فعال ونشط بالنادي، واختار أن يساهم بما يملك من إجادة في اللغة الإنجليزية لمساعدة الأطفال، وذلك بتبسيط المنهج المقرر لهم.